تحت رعاية سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيجة الخليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، افتتح البرنامج التدريبي للمشروع الدولي بحوث أبطال المناخ المخصص لطلبة البكالوريوس، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة والمجلس الثقافي البريطاني. استمرارا لبرامج التعاون العلمي الذي يحرص على تنفيذها مجلس التعليم العالي مع عدد من الهيئات الرسمية والجهات الدبلوماسية وبمشاركة مجموعة من المؤسسات الأكاديمية في البحرين، أطل البرنامج التدريبي للمشروع الدولي أبطال المناخ لطلبة البكالوريوس بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في المملكة بأهدافه التعليمية التي تتركز على تعزيز القدرات البحثية للطلبة في المرحلة الجامعية الأولى ورفض ألبابهم بأدوات البحث العلمي والابتكار المتطورة بالشكل الذي ينسجم مع مضمون الخطة الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي. والهدف منه أنهم يقومون بمشاريع بحثية معالجة التحديات البيئية والمناخية اللي ممكن أنها تواجه مملكة البحرين، وإن شاء الله في شهر مارس القادم راح يعرضون هذه المشاريع على لجنة التحكيم، واللي بدورهم بيقومون باختيار أفضل ثلاث مشاريع. عندما ننظر إلى التغييرات المناخية والتحديات التي يمر بها العالم، يعطينا ذلك حافزا من أجل ابتكار الحلول المناسبة لمثل هذه المعيقات، والجيل الشبابي قدير أن نتعاون معه في استدراج الحلول المثلى للمشكلات المناخية والتي ستسهم في إحداث تغييرات للبيئة وللمجتمع هنا في البحرين برا وبحرا وجوا. برنامج بحثي بامتياز وضعت محاوره على حسب مقاس التحديات المناخية في البحرين ليصار إلى معالجتها ما أمكن من خلال أنجع الأفكار الطلابية التي ستتجول في علوم الأبحاث والدراسات العلمية القيمة. مشاركة الطلاب والجيل الشبابي في مثل هالبرنامج مهم جدا، لأن احنا العالم كله الآن يحس بخطورة التغير المناخي، وشفنا الكوارث العالمية اللي بدأت تصير، كل العالم تشاف الفيضانات والتغير المناخي الكبير اللي قاعد يصير في العالم. تهيئة جيل جديد من الشباب للأخذ بالمبادرات في هذا المجال مهم جدا. صراحة نحسن من عالمنا احنا، يعني اوريدي قاعدين نشوف ان العالم قاعد يتدهور، الكوكب قاعد يتدهور، قاعدين نشوف ايش كثر المناخ قاعد يأثر يعني بطريقة سلبية على حياتنا يعني اليومية، فقلت يمكن هالموضوع شوي يساعد ويزيد نسبة الوعي ولو 1%. المناخ له دور، لان المناخ حاليا اللي هو الكلايمت تشينج قاعد يأثر على البيئة اللي احنا نعيش فيها، ويأثر على الكائنات الحية ولدرجة انقراضها وكذي. فاحنا كطلاب نحاول نسعى ونحاول يعني نسوي أبحاث ونسوي حلول عشان يعني نتخطى هذه الأشياء اللي تأثر علينا. 50 طالبا وطالبة من مختلف التخصصات الجامعية سيكونون على موعد وخلال أيام البرنامج 5 مع عديد الشروح والمحاضرات التفصيلية حول النظام البيئي ومدى ارتباطه بالطبيعة والهوية الثقافية. فعاليات هذا البرنامج ستستمر طوال الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الحالي، فالمشاركون من الطلبة وبعد انتهائهم من حضور هذه الورش سيتم تقسيمهم إلى مجموعات، تقوم كل مجموعة بإعداد بحث حول أحد أهم المشاكل البيئية والمناخية بمملكة البحرين بناء على توصيات المجلس الأعلى للبيئة وبإشراف عضو من أعضاء الهيئة التدريسية، على أن يتم التواصل مع المدربين في المملكة المتحدة بشكل مرئي ومستمر. لتلفزيون البحرين، محمد رشادات.